ضمن إجراءات تقليل الروتين وتبسيط إنجاز معاملات المواطنين، افتتحت مديرية الجوازات العامة مكتب الجوازات الإلكتروني في بابل، والذي يعد نقطة نوعية نحو التحول الرقمي. في إطار دخول العراق لعالم التحول الرقمي، افتتاح مكتب جوازات بابل الإلكتروني في مدة لم تتجاوز 3 أشهر. نقلة نوعية وتطور تقني يختصر الجهد والوقت. مشروع إصدار الجواز الإلكتروني الذي بدأ قبل أقل من عام ليكون العراق في مصاف الدول التي تعتمد جوازات السفر الإلكترونية، حيث شيد مكتب بابل بمدة قياسية وتم افتتاحه اليوم بحضور وبهجة الجميع. انتقالة نوعية في مجال إصدار وثيقة السفر العراقي بالنسبة للمواطنين محافظة بابل. هذا الجواز الحقيقة يحمل من المواصفات الأمنية والتقنية ما جعله ذو موثوقية عالية في مصاف دول المتقدمة وفي تصنيف منظمة الطيران المدني الدولية. أسهل من الآلية الورقية. المواطن يقدر ينزل برنامج على التليفون، يقدر من الحاسب أيضا يدخل على الموقع يحجز حجز إلكتروني، يكون في يوم محدد من أيام الأسبوع وفي ساعة محددة أيضا يختارها المواطن. بالإضافة للدوام شفتين صباح ومسائي من 8 الصبح للعشرة بالليل. آلية الحجز آلية سهلة جدا، ما تحتاج أنه المواطن يروح المكان يحجز مثل قبل أو استمارة يسحب أو استنساخ، كل شيء ما يحتاج، فقط المستمسكات الأصلية، بطاقة وطنية، بطاقة سكن، إذا كان عنده جواز قديم أيضا يجيبه الأصلي، مع ماستر كارت لغرض الدفع الإلكتروني. زحام الشبابيك الذي كان على الجوازات التقليدية مشاهد ستنتهي عندما يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على جوازه الإلكتروني من خلال تطبيق هاتفه، وسيستلمه بأقل من ساعة بحسب ما يقوله الموظفون هنا. طبعا تجربة الجواز الإلكتروني تجربة جيدة وفريدة من نوعها، تنم على التطور الحاصل بالبلد والمعاملات، خصوصا انه احنا لاحظنا الفرق بين السابق وبين الحالي. يعني هسه احنا نلاحظ الانسيابية الحاصلة بالجوازات، استلام المعاملات والتسليم وتعامل الأخوة جزاهم الله خير. طبعا جهودهم مشكورة، نشد على أيديهم، تحياتنا للناس القائمين على هذا البرنامج. فاليوم المواطن العراقي بحاجة ماسة إلى هذا الجواز، يعني لمواكبة التطور التكنولوجي والفني والتقني في عموم البلدان ولكي يساير بقية البلدان في العالم. يعني الجواز الإلكتروني من ناحية الوقت هو اختصار للوقت والجهد على المواطن وعلى يعني المعنيين المصدرين لهذا الجواز. أكثر من 25 مكتبا لإصدار الجواز الإلكتروني داخل العراق وخارجه أنجزت بمدد قياسية، وما زال العمل مستمرا لتفتتح بعد ذلك منافذ أخرى لتيسير الإصدار للمواطنين. من محافظة بابل، علي فليفل، الرشيد.